كان بيشكر اللاعبين على القتاليه ديالهم، كان بيشكر يعني لا طاقم طبي لا طاقم تقني لا لاعبين لا اداريين لا جماهير اللي جات حجات بكثافه وسندتنا يعني طاقه الفريق ديالها. الحمد لله ما خيبناش ظن الجماهير، يعني كنا راغبين باش نحققوا نتيجه ايجابيه اللي تاهلنا لدور النصف النهائي باش نساو ونفكروا في المباراه اللي جايه ديال زامبيا. الحمد لله هذا الشيء تاينا، بقينا مامنين بالحدود ديالنا حتى الدقيقه حتى الاشواط الاضافيه. الحمد لله يعني سجلنا اهداف وحافظنا على الشباك ديالنا نظيفه. كنبغي نشكر اللاعبين على المجهود اللي قاموا به، وكنتمنى يعني القادم يكون افضل ان شاء الله. بسم الله الرحمن الرحيم، فاش في المقابله ماشي مقابله سهله، واحد الخصم اللي حتى هو قوي، وحنا الاوبجيكتيف ديالنا هو نحققوا واحد الانتصار في مدينه طنجه، وحقنا مبشره وحقنا حتى هو نصف النهائي. وكنتمنى الجماهير تجي تسنى في المقابله القادمه ان شاء الله. هذه المقابله غنساوها وغنفكر في المقابله الجايه ان شاء الله في الديار الزامبيا. وكنشكر اللاعبين اللي قدموا مقابله كبيره، وكان الرجال والعمال والسيد الرجال، والحمد لله هذا الفوز كان ديال الجماهير السويسيه وساكنه اكادير كامله والعائله ديالي، والحمد لله على هذا الانتصار هذا. بكل صراحه هو تاهل مستحق، خصوصا بالاداء، لان باش تسيطر 120 دقيقه تقريبا على الكره ويكون عندك الاستحواذ ويكون فرص امام فريق اتحاد طنجه بالجماهير ديالو، فبكل صراحه هذا شيء خصنا نصفقوا على اللاعبين ديال الحسنيه بحراره، على الطاقم التقني، على القراءه الجيده ديالو. جماهير الحسنيه اللي ضربات كيلومترات كبيره من الشمال، من جنوب المغرب حتى الشمال ديالو، كان لازم اننا نفرحهم. بكل صراحه مباراه تدرس، لان ماشي سهل كما قلت انك خارج الميدان وتلعب بالطريقه، كاين تحسن كبير في الاداء ديال حسنيه اكادير، هذا الشيء اللي فرحني خصوصا. الحاله الثانيه وانا تاهلنا وتتنتظرنا المباراه ديال زامبيا، دوك غنمشيو بمعنويات مرتفعه، والحلاوه انها كانت امام فريق اتحاد طنجه اللي انا موسمين دوز دابا مع الحسنيه ما عمرنا انتصرنا عليهم. والميساج اللي كان في فيستير هو اون دوفي بروندغ لا غوفونش مع فرقه اللي كان صعيب اننا ننتصر عليها، ولا غوفونش تي اون بوتي كما تنقولوا، لان باش تقصي فريق امام جماهير ديالو في الميدان ديالو دوز نصف النهائي، فبكل صراحه هادشي تيفرح. تنشكروا حتى لاعبين اتحاد طنجه على الروح الرياضيه الكبيره ديالهم، الحضور ديال الجمهور اتحاد طنجه اللي اثت الملعب مع جماهير ديال حسنيه اكادير. عموما بالنسبه لنا احنا بكل صراحه معنويات تخلينا اننا نثقوا في راسنا اكثر، وان شاء الله القادم افضل. والحمد لله النتيجه هذه جات بعد عناء كبير، وكنشكر الدراري اللي كانوا رجال اللهم بارك في التيران، وتقاتلوا حتى الاخير حتى لصفيره الحكم. وكنشكر بزاف من هذه المباراه الجمهور اللي جا من اكادير، تبارك الله جا واحد الجمهور اللي كثير، وحنا فرحانين فاش دخلنا للتيران بانين ذاك الجمهور والتيفو تبارك الله وعانا، وكنشكرهم بزاف. وداك الشيء كلشي ما مشاش هكاك، الحمد لله تكاليفينا وغادي يمشوا فرحانين هما، وحنا تابعنا واحد السفاريه ان شاء الله لزامبيا، وان شاء الله نمشوا نحققوا واحد النتيجه ايجابيه ان شاء الله باش نلعبوا الريتور في اكادير بواحد الاريحيه ان شاء الله، ونتكيفوا لي جروب ان شاء الله باش يزيدوا يفرحوا اكثر. وان شاء الله ديك الساعه مورا زامبيا نفكروا في لا كوب ان شاء الله عاوتاني باش نمشوا لابعد نقطه ان شاء الله، ولما لا هي اللقب ان شاء الله.